كنت معها. طبعا من ضمن الفعاليات والنشاطات اللي بتكون فيها مديرية أوقاف طول كرم بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف اللي صادف 12 ربيع الأول، التقينا وإحنا منتخب مديرية التربية والتعليم، والحمد لله رب العالمين كان اللقاء ودي ولقاء محبة، والحمد لله رب العالمين انتهى بفوز تربية طول كرم، وكلهم ألف مبروك، وإن شاء الله السنة الجاي بعود علينا وإقامة الدولة الفلسطينية قد تحققت وعاصمتها القدس الشريف. طبعا هذا بداية اللقاء، بصراحة أول لقاء كروي في مديرية أوقاف طول كرم، والحمد لله رب العالمين إحنا بنلاقي كل الدعم والتأييد من الأخ مدير أوقاف طول كرم اللي هو الشيخ عدنان سعيد، للأسف اليوم يعني كان في الأردن وما تمكنش إنه يحضر المباراة. هاي إحنا بنوعدكم إن تكون هاي يعني بداية وليست النهاية في اللقاءات الكروية مع جميع المؤسسات في محافظة طول كرم. وطبعا هذا وهي المباراة برضو تكريما لروح أخانا أبو يحيى الذي انتقل إلى رحمته تعالى، الرياضي البارز الذي هو له بصمات واضحة في محافظة طول كرم وبصمات خاصة في نادي ثقافي طول كرم. هذا اللقاء لا شك هو لقاء حبي بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف في طول كرم، وهذا اللقاء يعتبر اللقاء الأول الذي يجمع مديرية التربية والتعليم في طول كرم مع مديرية الأوقاف. نأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات. يعني في هذه المناسبة أيضا لا شك بأن هذا اللقاء كان من أجل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا استغل هذه الفرصة بأن نقدم أحر التعازي لوفاة زميلنا وأخانا السيد زكريا فحماوي أبو يحيى الذي لاقى وجه ربه قبل يومين أو ثلاثة أيام، ويأتي هذا اللقاء تكريما لروح المرحوم زكريا فحماوي. لقاءات تواصلية ما بين مديرية التربية طول كرم ومديرية أوقاف طول كرم، مثل هذه اللقاءات التي تأتي تكريما لروح الشهيد والمرحوم الرياضي زكريا فحمان، وأيضا في ذكرى المولد النبوي الشريف التي ستتكرر في اللقاءات القادمة على مستوى المحافظة وخارج المحافظة. منتصر عناني، طول كرم اليوم، تلفزيون الفجر الجديد.